وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة موفدة إكسترا نيوز الزميلة حبيبة عمر. حبيبة، بعد التحية، لو تنقلي لنا يعني الأجواء من حولك وأبرز الفعاليات التي ستقام اليوم. برحب بك يا حور ودعاء، واهلا بحضراتكم مشاهدي اكسترا نيوز. يعني خليني يا حور اقول لك انه احنا طبعا في مدينه العالمين الجديده، وخلال الايام اللي فاتت ولسه على مدار الايام المقبله هيتم يعني فعاليات مهرجان العالمين الجديده، الحدث الترفيهي الاكبر في الشرق الاوسط. خليني اقول لك ان الفعاليات طبعا احنا تابعنا مع حضراتكم الايام اللي فاتت ولسه هنتابع مع حضراتكم يعني لحد 26 اغسطس. الفعاليات بدات يوم بالظبط 13 ومستمره لحد يوم 26 اغسطس. اول فعاليه كانت معانا كانت يوم 13، الحقيقه تمت على شاطئ كان في تحديدا نورث سكوير، كان لعبه التيك بول. التيك بول يعني نبذه مختصره كده، هي عباره عن مزيج او ميكس بين الكره الشاطئيه او عفوا كره القدم والبينج بونج، وكان في بطلتين العالم ناتاليا اند مايا كانوا بيلعبوا هذه اللعبه، والحقيقه كان في مشاركه من الجمهور واحتفاليه كبيره جدا، والناس كانت سعيده خلال هذه المباراة. في نفس اليوم بالليل كان عرض لمباراة بين الأهلي والزمالك، كانت على شاشات العرض في شاطئ النورث سكوير. ده كان أول يوم من الفعالية. تاني يوم كان في تحدي الجيل الذهبي. تحدي الجيل الذهبي ده كان عبارة عن نجومنا الكبار في كرة القدم، كانوا تحدي بين كذا فرقة. واليوم الثالث الحقيقة يعني كان في بقى انه يعني مين اللي فاز في الفرقة، وبعد كده شاهدنا بالليل يعني امس كان في او اول امس كان في حفلة لفرقة ديسكو مصر، كانت يعني الحقيقة كان في اجواء من الاحتفال والبهجة والسعادة. وأكتر حاجة كمان يعني ملفتة إن جميع الأعمار مشاركة، يعني أطفال أسر شباب وكل المصريين قادرين يحتفلوا. واللي بيميز مدينة العالمين الجديدة إنه الحقيقة بتقدر تستقبل مليون زائر، ده غير إنه المدينة يعني تقدر تستوعب 4 مليون شخص سواء من مصر، الوطن العربي، من العالم كله. لكن خلال الفعاليات المهرجان لحد يوم 26 أغسطس من المنتظر يعني استقبال مليون زائر، مليون ضيف يقدر يجي مدينة العالمين الجديدة ويستمتع بالأجواء الصيفية ويستمتع بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. خليني برضو أقول لك يا حور إنه يعني خلال الأيام المقبلة هيكون في حفلات غنائية وموسيقية وترفيهية وأنشطة رياضية كتير. على سبيل المثال يوم 21 يوم الجمعة هيبقى في حفلة للسوبر ستار تامر حسني، وفي يعني استقبال نجوم ومطربين عرب ودوليين ومصريين كلنا بنحبهم، يعني في استقبال لأنغام لراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام ومدحت صالح، وفي حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت. غير كمان الحفلات الغنائية هيبقى في عرض أزياء للمصمم الأزياء العالمي مايكل سانكو، ده هيتم على الشاطئ. فالحقيقة يعني هيبقى في كمان عرض من عروض الأزياء لمصممين تانيين، وفي كمان غير هذه الفعاليات في أنشطة رياضية زي رياضة الجودو، وفي الترايثلون اللي هو السباق الثلاثي سواء ركوب دراجات أو سباق الجري أو السباحة. هيكون في كمان لعبة البادل وغيرها كتير من الأنشطة الرياضية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميلة حبيبة عمر موفدة إكسترا نيوز، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة، شكرا لك.